وعن ردود الفعل الوطنية بشأن اللائحة المزعومة للبرلمان الأوروبي حول الأوضاع في الجزائر، دانت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الممثلة في حركة مجتمع السلم، حزب العمال، جبهة المستقبل، تجمع أمل الجزائر، وتكتل النواب غير المنتمين وكتلة النواب الأحرار. دانت محتوى هذه اللائحة معتبرين إياها محاولة للتدخل الفظي في الشؤون الداخلية للجزائر. من جهتها المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة نددت بلائحة البرلمان الأوروبي حول الأوضاع في الجزائر، وهي اللائحة الثانية بعد تلك التي أصدرها في 28 نوفمبر 2019 بالمعنى والمضمون ذاته. المجموعة البرلمانية للأرندي استهجنت الادعاءات التي تضمنتها اللائحة داعية جميع أطياف الشعب الجزائري إلى التلاحم والالتفاف حول المؤسسات السيدة لتوفيت الفرصة أمام الحاقدين والمتربصين بالجزائر. ودائما على ضوء اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي، عبر حزب الفجر الجديد عن رفضه القاطع لما وصفه بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، كما دعا إلى ضرورة تنظيم الجبهة الداخلية وفتح حوار شامل لسد الباب ضد أي تدخل خارجي.